يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، يعني حديث قدسي، يقول أعددت لعباد الصالحين أي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما لا عين رأت واضح الجنة في العلم الغيب، لكن ولا أذن سمعت، سمعنا كثيرا عن الجنة نقرأ كتاب الله، قال يعني ما سمعت أذن الأصوات الجميلة التي يستمتع بها أهل الجنة في أصوات الجنة، أصوات ماذا وماذا وماذا؟ أصوات حور العين، أصوات الأشجار، أصوات الأنهار، ولحم طير مما يشتهون، أصوات الأخوة اللي نزع الله ما في قلوبهم من غل يتقابلون، شيء عظيم، أصوات كثيرة ما سمعتها أذن تسمع يوم القيامة، واضح؟ ولا خطر على قلب بشر حتى ما يذكره الله لنا من جنات من أنهار، هذا للتقريب إلى الأذهان، لكن لن يدرك الإنسان عظم هذا النعيم مهما تخيله، ما يخطر على قلبه. وإذا ذكرت لكم سابقا أن في حديث إذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون قاعدة لتقريب ما في الغيب، يذكر يشبهه بما في الشهادة ليتقرب فقط للذهن، لا لأنه مساو له، وهو ايش لما قال عن كلاليب اللي تخطف الناس على الصراط، قال كأنها شوك السعدان، شوك معروف إذا علق في صوف الشاة ما يخرج إلا تقرضه قرضا. قال أتعرفون شوك السعدان؟ قالوا نعم نعرفه. قال إلا أنه لا يقدر قدره إلا الله، يعني قلت لكم أنه شوك السعدان، كأنه شوك السعدان لكن ما وعد ها مثله، ما يعرف ما يعلم قدر هذا الشوك، هذه الكلاليب اللي تخطف الناس إلا الله عز وجل. هكذا قل في كل شيء، في كل شيء من الغيب، من نعيم الجنة، من عذاب الآخرة، من الصراط، من الميزان، من الحوض، من حور العين، من الثمار، من الأشجار، من الصديد، من الزقوق، أي شيء فقط ذكر في الآخرة نظيره في الدنيا في الاسم كما يقول ابن عباس، ليس في الجنة ما مثل ما في الدنيا إلا بالأسماء، طبعا الاسم والمعنى، يعني ليس في الجنة النهر في الجنة معناه مثلا نار، لا النهر نهر، لكن هل يتماثل مع نهر الدنيا؟ لا، واضح؟ النهر معنى نهر، والشجر شجر، والثمر ثمر، ولحم الطير لحم الطير، وهكذا أيضا السلاسل، الزقوم، الصديد، الحديد، هو المعنى، لكن الكيفية هذا عن هذا ما يعلم القدر، الفرق بين هذا وهذا إلا الله عز وجل.